ايه نوح، قلت ايه؟ نوح عايز يعرف الاول، هو يحيى بيه جاي بك واسطه ولا ايه؟ بعد اذنك يا مدام ارد انا. لا يا نوح، ما كلمتهاش عشان تتوسط لي، انا كلمتها عشان لو كنت جيت لك على طول كنت هتحسبني على عم سليم وتخلص حسابك اللي معاه فيا. وانا بصراحه الفتره دي ما ينفعش تحسب على حد. انت عايز الشحنة دي ليه؟ انا هاجي معاك سكة ودغري، زي ما انت عارف حسابات العطارين في كل البنوك اتجمدت والحال واقف، وانا ماليش خلق طول بال على دفاتر وقضايا وتحيات. انا دلوقتي كبير العيلة ولازم اعدي الفترة دي على خير. جدع، وعشان جيت معايا سكة ودغري انا موافق. بالصلاة على النبي. مع اني مستغربة قوي من اللي بيتقال ده، بس مبروك يا يحيى، مبروك. الله يبارك فيك يا مدام. حابب ابلغك بالتعليمات، وارجوكي ما تنسيش رحلة الصيد اللي احنا محضرينها. اكيد مش هنسى. اوفواغ مدام. ايه هتعمل ايه؟ هو مش من الطبيعي يا ليلى لما تقولي الكلمتين دول اشك ان انت شغاله مع نوح؟ طبيعي، بس انا لو فعلا عملت كده كان زماني دلوقتي واقفه جنب نوح وبطلع لك لساني وانا شايفاكي خسرانه كل فلوسك يا رودي. وانا ايش عرفت؟ مش يمكن ده ملعوب جديد؟ انا ما قلتلكيش ربنا يعوض عليكي، انا قلتلك هرجع لك فلوسك مش ناقصه الدولار واحد. وانا مستنيه يا ليلى، بس يا ريت ما توصلنيش ان انا اطلب منك الفلوس. ايه يا رودي، شم في كلامك كده ريحه تهديد. والله مش عارفه انا ناويه على ايه، بس في نفس الوقت مش هسيب حد ينصب عليا واسكت. احنا الاثنين اتنصب علينا. انا ما اعرفش غيرك يا ليلى، انت اللي خدتي الفلوس وانت اللي اتفقتي معايا. تمام يا رودي، تمام. شفتي يا عزيز، عشان تبقى مصدق لما قلت لك ان الدار دي هتتغير وهتبقى حاجه تانيه. اديني شفت وصدقت اهو، وامنت ان طول ما انا معاك يا جميله هقدر اعمل اي حاجه. ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا. عارفه يا جميله، انت واخواتي بجد من غيركم ما كنتش عارف اعمل حاجه في الدار لوحدي. دخلتوا الدار جنه، حاجه كده نحب نعيش فيها بعد ما كنا بنهرب منها. خليتوني اعمل حاجه حلوه، حاجه كده ابقى مبسوط وانا بحكيها لعيالي. تعرف يا عزيز، انا عمري ما تخيلت ان هيبقى لنا عزوه كبيره كده، ان عيالنا هيبقى ليها ام عمام كتيره بالشكل ده. ربنا يخليك ليا. عارفه انا واخواتي ليه هنا قلبنا على بعض؟ عشان عمرنا ما خبينا حاجه على بعض. زمان ايام الشيخ سلام الله يرحمه كنا كل يوم بالليل بنعمل سامر، واي حد بقى عامل اي مصيبه يقعد يحكيها، والاحلى كانش حد بيفتن على التاني. حتى حسن اول ما حب رحمه جه قال لنا، اصل الحب ما بيستخباش، بيفضح زي ما فضحك. زي ما وعدتك، عمر ما هخبي عليك حاجه جميله. ولسه محافظ على الوعد ده يا عزيز؟ طبعا، أنا عمري ما خبيت عليك حاجة، إلا سر واحد صغير كده. إيه ده؟ شفت؟ شفت عينيك فضحتك إزاي؟ عارفة إيه السر ده؟ إن أنا أول ما شفتك حبيتك. يا بنتي أنت لسه ما لبستيش ليه؟ إحنا مش متفقين هننزل نتعشى مع بعض؟ عز لو سمحت ما تحسسنيش إن إحنا خلاص اتخطبنا. امال ايه، انت عندك راي تاني ولا ايه؟ مش موضوع راي تاني، الموضوع ان انت ازاي تاخد قرار انك تكلم مامي من غير حتى ما تقولي. يا ست اعتبريني ما كلمتهاش. اي حاجه انت عاوزاها نعملها، الموضوع بسيط يعني. يا يارا انا عاوز اجي اتقدم لك، ويا ستي لو مش موافقه هنفضل صحاب. يا عز انت فاهمني، انا بس حاسه ان خطوه الجواز دي صعبه
ما كنتش مستعده ان في يوم وليله كده فجاه اكون مخطوبه. وانت كنت متوقعه لما اتجوزوا دول بيتجوزوا على كام ليله؟ يا عز فهمني بليز. فهمك والله، بس ما حصلش حاجه. يعني انت متخيله ان علاقتنا دي كانت المفروض تنتهي ازاي؟ انت عندك حق، انا بس خفت. كنت طول الوقت فاكره ان البنات اللي بتتخطب دي بتقبر في وصف احساسها، بس طلع عندهم حق. احاسيسهم دي ايه؟ هي مدام ماجي فين؟ مشغوله من امبارح، تليفونات وبزنس. دي مهتمه جدا بالشغل الجديد اللي انت كلمتها عنه. دي حتى خلتني اعمل سيرش عن رجل اعمال كده اسمه نوح. هو الراجل ده بيشتغل معاكو؟ نوح؟ اه، وكلمته كمان. كلمته كمان؟ ايوه. مش بقولك متحمسه؟ تسال ليه؟ طب قولي لي قالت له ايه؟ لا اكيد ما اعرفش. يعني هو في ايه يا عز؟ لا مفيش حاجه. يلا قومي البسي عشان ننزل نتعشى مع بعض. قولي لمدام ماجي ان انا محتاج اشوفها قبل ما ننزل نتعشى. اهلا يا عز. اهلا مدام ماجي. ازيك؟ اقعد. يارا قالت لي انك عايزني. خير يا حبيبي؟ والله انا كنت عاوز اعرف حاجه كده، قلقاني شويه. تقلقش، مفيش حاجه، كله تمام. ده شويه دلع بنيك. لا مش يارا اللي قلقاني، انا مش فاهمك انت. انا؟ انت علاقتك بنوح؟ مفيش حاجة، عادي. أنا أحب لما أخش شغلانة أعرف كل اللي بيشتغلوا فيها، برمي لبعيد يعني. بس ده ما كانش في اتفاقنا. اتفاقنا زي ما هو، دي مجرد علاقات عامة. بص يا عز، أنت كده كده مش باقي على عطارين ولا اتربيت معاهم، وأنت اللي قلت لي إن ليك عندهم حق. حاول ما تكونش موجود في تسليم البضاعة اللي جاي. ليه؟ مش مهم ليه، المهم ان ده هيفيدك بعدين. الصحة هتفضل، واحتمال في يوم من الأيام تبقى كبير. انت كده بقى محتاجة تفهميني. هبقى افهمك بعدين، المهم تخلي بالك من مصلحتك، تشوف الفرصة فين وتمسك فيها. اللعبة اللي بنلعبها دي عاملة زي الكراسي الموسيقية. الكراسي أقل من الناس، اللي ما يلاقيش كرسي يقعد عليه يطرد بره، زي ما حصل للعطارين. الفرصة اللي انت بتتكلمي عليها دي بقى تبقى نوح؟ مش نوح لوحده، أي حد يديك القوة والنفوذ يبقى فرصة. وأنا الصراحة بقى ما بحبش العب غير مع الكسبان، ما عنديش وقت اضيعه. طب وانت مش خايفه من العطارين؟ مين هيقول لي؟ بسيط، انا عادي جدا ممكن اروح اقول ليه. عايز، انا بفهم في الناس كويس قوي. لمعة عينك خلتني اعرف انك مش هتروح تقول حاجه، لأنك بتعرف مصلحتك وبتعرف تمسك الفرصة. واثقة كمان. لو كنت عايز تروح تقول ليحيى كنت أخدت الكلام من يارا وطلعت وقلت له على طول. العب على الحصان الكسبان يا عز.